يا رب شيل المرض عننا وعن ولادنا وعن حبايبنا، ويرجع لنا حبايبنا اللي في السفر يا رب، يا رب يرجع لنا حبايبنا اللي في السفر يا رب، يا رب يدخلوا علينا بيوتنا تاني يا رب، يقعدوا في وسط عيالهم يا رب، ما يخسرناش فيهم يا رب، يا رب الجوامع ترجع تفتح تاني يا رب، يا رب محدش يشيل عد غل من حد يا رب، كده الكل يرجع تاني في سلام والدنيا تبقى كويسة، ويطمننا عليهم ويطمننا على أولادنا بالصحة وبالعافية يا رب، ما يخسرش أي حد، كل واحد يرجع لعياله يا رب ويقعد في وسطهم تاني يا رب، والجوامع ترجع تاني وتصلي وتدن، وما عادش يجيب أي حاجة وحشة لأي حد، ويشيل المرض مننا ويشيل الكبت اللي بيبقى جوانا كده يرميه بعيد كده، ما يبقاش فيه، ومصر ترجع كده في سلام وفي أمان يا رب يا رب يا رب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير. لأول مرة يشوف القناة ياريت يعمل لايك واشتراك في القناة ويفعل زر الجرس عشان يوصله مني كل جديد. كل سنة وانتم طيبين. فالقرنبيط الموسم بتاعه طلع، ان شاء الله النهاردة ماما هتخزنه وهتقليه معاكم بطريقة سهلة، وان هو ما يشربش زيت وطعمه يبقى حلو. ماما هتقطعه معاكم دلوقتي. سبحان الله، شبه كرومبايه كده، كرومبايه كده، قرنبيطه. مين بقى بيحب القرنبيط ومش من ما بيحبوش؟ انا عن نفسي I don't like him. بحبوه. لا انا بحبه. ولاد عايزين محشي مش عايزين قرنبيط، في مع انه والله بيبقى جميل وطعم برضه. احنا بنقليه، ماما بتقليه، في ناس بتعمله بطماطم ولحمة مفرومة وكده. ان شاء الله لو ماما بتحب الطريقة دي تبقى تعملها لكم ان شاء الله، مش عارف. انما احنا بناكله بجميع انواعه، انما انا احبه مملح، اللي هو الوردة الصغيرة دي احبها مملح، يبقى حلو برضه. بتبقى اصلا شوفوا زهرة، ما شاء الله، سبحان لا الله. لا دي زهرة، هاي زهرة وردة صغيرة. سبحان الله. عمايله سهلة ومفيش فيها أي حاجة. ده شكل القرنبيط وهو بيتسلق. ماما غلت المية الأول وحطت ليمونة، وبعد كده قامت حاطه القرنبيط عشان يتسلق. احنا ماما هتخزنه، بس ماما دلوقتي بقى هتقول لكم تخزنوه ازاي، طلعوه ازاي، مستوي ولا مش مستوي كده. ماما قولوا لهم تطلعوه ازاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. أخباركم إيه؟ يا رب كل اللي بيشوفنا كل اللي بيسمعنا يكون بخير يا رب، وما ينقص مننا حد أبدا، ويبارك لنا في عيالنا يا رب. إحنا النهاردة إن شاء الله هوريكم إحنا هنسلق الأرنبيط إزاي وهيتخزن إزاي، وهنحمر برضو منه إزاي إن شاء الله، فتابعونا وخليكم معنا. طب قولي لهم هيطلعوا الارنبيط ازاي وهو بيتخزن. وهو بيتخزن ما احنا هنطلعه دلوقتي، يعني ايه نص سليق، يعني ما تسلقوش قوي، نص سليق، وهي مسلوق بميه وملح ونطرة كمون صغيره، وحاطين عشان الحله ما تزرقش حاطين ليمونايه قطعينها نصين وحاطينها. هنطلع الارنبيط من الميه السخنه، هنحطه في ميه سقعانه، الميه السقعانه دي من الحنفيه، وبعدين هتصفيه في مصفى، وبعدين تعبيه في اكياس وتحطه في الفريزر. طب اما نيجي نطلعه من الفريزر،
نسلقه تاني ولا لا لا نقلقه على لا طول؟ لا لا بيتقلى على طول، تتعمل له بقى التتبيله اللي هي هنا يا حبايبي اهو. طلعنا الورق الاخضر اهو اللي شبكته قطعناها اهو، وهنا اهي قطعناها حتتين اهو. نطلع كل ورده بقى لوحدها، نطلعها كده عارفين. اللي عايز يخس بيجيب ده وبسلقه، ما بيحمروش، بياكله مسلوق وبيخسس حلو. يا التخسيس او التخسيس حلو. اه والله هاكلك بقى منه. كمان مسلوق. هاكلها منه يا جماعه. هي النهارده صايمه كل سنه وانتم طيبين، هي صايمه 6 ايام من ربنا يعينها يا رب ويعين كل اللي صايمين. فرحانة وانا بقول لها بقى لي 3 ايام صايمة، قالت لي 3 ايام، اللي يشوفك يقول لي بس اخر يوم النهاردة. انا مفكر النهارده صارت يوم ليها، انا ما صمتش من تاني يوم. لسه بتقول فرحانة وكده. سبحان الله. فبتقول لي لا ده لسه ال4 ايام. طبعا انا مفكر ان انت النهارده العيد بتاعك. تريق علي؟ لا مش بتريق والله. لا والله ربنا يعينك يا رب. تو ما بتريقش وما بحبش اللي بيتريق، لان اللي بيتريق اكيد بيجي عليه يوم وبيتريق عليه. ماشي. كل واحد بيتريق في المرة. كل واحد بيتريق بيجي اليوم، لو محدش اتريق قدامه هيتريق من ورا. ربنا ما يجعلناش من اللي هو بكذا وش يا رب. ماما الوقت المملح، المملح بيسلق الاول ولا بيتحط في في بيسلقوه الاول وفي بيملحوه بقرن فلفل اخضر حار او قرن فلفل اخضر اللي هو الاحمر او اخضر بيبقى حار، بميه وملح وسقطة خل و ان شاء الله نبقى نعمله. وبتحط وبتحط وبتاكل على طول تاني يوم على فكرة. وبتحط معاه نوع تاني من المخلل. في بيحط في بيحط خيار، في بيحط جزر، في بيحط حاجة اي من الحاجات من اللي هي بتتملح ديت. بتحط خيار، بتحط جزر. لو انتوا دخلتوا على القناة هتدخلوا على، لو انتوا دخلتوا على قوائم التشغيل هتتلاقوا قوائم التشغيل فيها اكلات وفيها وصفات وفيها لايفات، لايف يعني، وفي مخللات وكده. لو انتوا عايزين يعني حاجة سهلة بالنسبة لكم ان انتوا تدوروا على الاكل قايمة، المخلل القايمة اللايف قايمة، والوصفات انا كنت ساعات بعمل وصفات برضو فيها قايمة. ادخلوا دوروا على اللي انتوا عايزينه هتلاقوا القايمة يعني ما شاء الله فيها حاجات كتير. انا بسأل ماما علشان انا عايزة اعرف واعرفكم، عشان كده يعني انا اكيد عارفة حاجات وماما عارفة حاجات، فانا بسأل عشان اعرفكم. لا والله ما شاء الله ما شاء الله يا نسمة ما شاء الله. القناه بتاعتك اللي عايز يطبخ جمبري هيلاقي، اللي عايز يطبخ حمام هيلاقي، اللي عايز يطبخ محشي هيلاقي، اللي هيعمل محشي كرنب، محشي ورق لف، كل حاجه، محشي بتنجان وفلافله، كل حاجه ما شاء الله ما شاء الله. كبيبه هتلاقي، بسريه هتلاقي، شوي شبر هتلاقي، كله شجرة ما شاء الله. إيه سندوتشات حبقوش هتلاقي، كفتة هتلاقي، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. هنحطهم في الماء السخنة وهوريها. المية اللي احنا سلقنا فيها، احنا سلقين قبل كده الارنبيطاية الاولانية اللي احنا هنحمرها عشان بس ما حدش يقول لي مية صفرة ليه. سلقين ودي المرة دي مية بملح بشوية ليمونة او بليمونة عشان الحلة ما تسمرش. ده سر الحلة، ان الحلة ما تزرقش.
وده اهو ما شاء الله. ولو انت حطه معنى الكمون حطه. ما احنا حاطين معلقة كمون يا جماعة عشان الميه فيها الغازات. ليمون ومعلقة كمون. فيها معلقة كمون صغيرة. مستوى هو شكله حلو. بياخد قد ايه على النار؟ ده ما بيغيبش على فكرة. تلت ساعة. تلت ساعة بالظبط على النار او اقل او اكتر. طبعا على فكرة سمك اللي انتم مقطعينها الوردة يعني لو اصغر من كده بياخد اقل من كده وقت. ماشي يعني مش وردة صغيرة وتحطها تلت ساعة مش هتلاقوها، انما ماما عاملاه كتير كده ما شاء الله يمن العين. ماشي. انا مقطعاه كتير لان انا هقليه مش هعمله بطماطم. لو انا هعمله بطماطم صينية كنت قطعته مثلا ايه زي دي كده صغير. كده، انما ولو هملحه إيه لو لو هملحه اعمله صغنن كده. لو الصغير يا جماعة بياخد وقت اقل من تلت ساعة، شوفي انما دي وردة كبيرة ما شاء الله. لو هنعمله بقى تملحه، مش عارفه انت شايفينه معايا ولا لا. اهو شايفه اهو تبع التقطيع اللي انتوا عايزينها كبيرة عايزينها صغيرة، فاحنا هنعملها الكبيرة كده لان هنحمره في الزيت. احنا الكمية دي هنقليها ان شاء الله، والكمية دي هنخزنها بإذن الله. هيتسلق وهرجع له تاني. نرجع عايزة ايه؟ نرجع تاني ونقول يا رب يا رب شيل المرض عننا وعن ولادنا وعن حبايبنا، ويرجع لنا حبايبنا اللي في السفر يا رب يا رب. يرجع لنا حبايبنا اللي في السفر يا رب يا رب. يدخلوا علينا بيوتنا تاني يا رب، يقعدوا في وسط عيالهم يا رب، ما يخسرناش فيهم يا رب يا رب. الجوامع ترجع تفتح تاني يا رب يا رب. محدش يشيل عد غل من حد يا رب، كده الكل يرجع تاني بسلام والدنيا تبقى كويسة، ويطمننا عليهم ويطمننا على أولادنا بالصحة وبالعافية يا رب. ما يخسرش أي حد، كل واحد يرجع لعياله يا رب ويقعد في وسطهم تاني يا رب. والجوامع ترجع تاني وتصلي وتدن، وما عادش يجيب اي حاجة وحشة لأي حد، ويشيل المرض مننا، ويشيل الكبت اللي بيبقى جوانا كده يرميه بعيد كده، ما يبقاش فيه. ومصر ترجع كده في سلام وفي امان يا رب يا رب يا رب. الوقت هنشيل القرنبيط بعد تلت ساعة من المية السخنة للمية السقعانة. بس المية السقعانة ما بنحط فيها تلج ولا سقعانة بس، ويا ترى من حنفية ولا لا؟ هي انا بصراحة جايباها من حنفية. هنحطه كده اللي هيتخزن لازم تاخديه من المية السخنة للمية ايه السقعانة، بعد كده بتفرديه. ريحته حلوة ولا عشان صايمة؟ هاكلها منه، هفطرها من ان شاء الله ان شاء لو الله. اكلت منه هتذوقه وهقول لكم رأيي. ان شاء الله هاكلها منه باذن الله. احنا كده هنطفي عليها، هنطفي عليها وهنشيله بقى كده. وبعد نغسله كويس قوي بعد الميه دي صح؟ لا مش هنغسله، هو كده هنصفيه في مصفى وبس، لان هو طبيعي نضيف يعني. هو اتحط في ميه سخنه وحطيناه في ميه يعني يا ساقعه. جماعه بعد الميه الساقعه ما نغسلوش. لا لا خلصنا قرنبيط اهو. زي ما قلت لكم مش بالشطف. والميه نضيفه ميه نضيفه. نصفيه كويس ونحطه في اكياس. ايوه. وعايزه اوريكم شكل الحله، ما اترقتش خالص اهي، ولسه محتفظه بلونها عشان خاطر عصره كل ده الليمونه. عشان عصره الليمونه.
غلطته خالص. وحذفناها فيها، عصرت النص ليمونة وحطيتها فيها في الحلة، ما شاء الله ما اتزرقتش، لأن احنا بنعاني من الزرق بتاع الحلة ده، لازم نجيب سلك ونحك وما اعرفش ايه وكده، فدي بقى بتغنينا عن كده. يا رب الفيديو يعجبكم، ما تنسوش اعمل لايك لله واشتراك للقناة. واشتراك للقناة. هنخزنه معاكم وهنقلي شوية، بس هقلي في فيديو تاني ان شاء الله عشان ما يبقاش طويل قوي. وماما عجبت شنطة، نحطها في الطبق كده. بسم الله، شوفوا كده. شوفوا ماهوش مهلي، لا لا ماهوش مهلي. ما تسلقهوش قوي. واللي عايز يقسمه في اكياس ماشي، اللي عايز يحطه كله في كيس واحد ماشي، زي الكمية اللي انتوا عايزينها. والتخزين بقى من السنة للسنة. اه والله والله كنت انا عاملاه ما شاء الله، كان حلو قوي قوي. وكده نكون اهم حاجة، واحنا بعد ما نخرج الهواء، نخرج الهواء خالص من الكيس ونخزنه في الفريزر، وما يبقاش يكون مصطفي خالص من المية، لازم لازم يكون مصطفي خالص. والكيسة برضو ما يكونش فيها اي مي، يعني تخرجوا منها الهواء وتربطوها كويس وعلى الفريزر. ويا رب الفيديو يعجبكم، وانا عجبكم ما تنسوش تعمل لايك لله لله وللوطن. علشان الفيديو يترفع، الفيديو تترفع يعني. اه من اللايك، ما هو لله بقى لازم شوفوا نصفي المية خلص من خالص خلص 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 كده خلص. ناخد دي هنا كده على طول كده، شوفوا شكله ماما حاطاه في كيس واحد، بس انتوا ممكن تحطوه في كذا كيس على قد اكلكم. ايوه انا حطاهم كلهم في واحد بس، انتوا بقى تحطهم زي ما انتوا عايزين، في كيسين في ثلاثة زي ما انتوا عايزين. والسلام عليكم ورحمة الله. أهم حاجة تكونوا مخرجين الهوا زي ما أنا قلت لكم اهو. خالص. شوف اهو اهو اهو، وكيس يكون أبيض، لازم يكون أبيض أكياس تلاجة. ويا رب الفيديو يعجبكم زي ما قلت لكم، متنسوش تعملوا لايك، تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.